يعني هو عكسي نفس الشيء، ماكو اي اشكال. فهنا ايش راح يصير؟ نجي بالبداية شو نسوي؟ ان زائد واحد تربيع، يعني هذا عوضناه هنا، زائد اثنين بكان اللي هي ان زائد واحد ناقصا، تمام. اليو للان ايش قد قيمته؟ اللي هي ان تربيع زائدا اثنين ان. من جبتها؟ يو للان ايش قد قيمتها؟ اللي هي ان تربيع زائدا اثنين ان، تمام. هسه نجي هذا نفتحه مربع حدانية، مربع الاول زائدا اثنين في الاول في الثاني زائد المربع الحد الثاني، هذا راح يدخل على الاول ويدخل على الثاني، زائدا اثنين ان زائدا اثنين ناقصا ان تربيع ناقص، هاي الناقص تدخل هنا تغيرها تصير ناقص اثنين ان. خليك دقيق بهاي الشغلات. فعندك الان تربيع ويا الان تربيع واثنين ان ويا اثنين ان، فاللي راح يبقى لي راح يبقى لي ان اثنين ان زائد واحد واثنين ثلاثة، تمام، اكبر من صفر. اذا ان تنتمي للاعداد الصحيحة الموجبة، وقالي اثنين زائد ان ثلاثة اكبر من صفر، اذا ان تنتمي للاعداد الصحيحة. طبعا هذا السؤال ما له اي داعي، بس احنا كتبناه، خاف يجي هيك يدور له.